بغيت نرد على التهمة اللي وجه لنا الأخ الموظف اللي جاي يقضي واحد المصلحة في الإدارة ديالنا، ولكن جا في الوقيتة اللي حنا كنكونوا خارجين فيها، لأن عندنا واحد الترخيص ديال 45 دقيقة ما بين التوقيت الإداري، وهذه كنخرجوا كتعتبر كاستراحة. بغيت نقدم للأخ واحد التوضيح على أنني في هذه الإدارة كنمثل واحد جوج ديال الصفات، موظف ومندوب. موظف عنده مهام إدارية داخل المكتب، مندوب إداري يعني كيمثل الشؤون العامة والإقليمية في المندوب، ما بين العلاقات العامة ما بين الإدارات، يعني كيمكن لي نخرج نقضي بعض المصالح خارج المكتب، وهذا اللي كيعيق أنني نكون متواجد. بالنسبة ملي كنكون إن شاء الحمد لله ملي كنكون يعني خارج الإدارة، فكيكون هنا واحد إعلان كنعلقوه في الباب الإخوان، باش ملي كيجيو كيلقاو الإعلان وكيعرفونا وقتاش غادي نكونوا حاضرين وقتاش ما كنكونوش حاضرين، وكنخليو رسالة حتى لعيادة الأسنان اللي كتكون حتى هي في المهنة. هو كان في المقال ديالو قال بلي إننا حنا موظفين أشباح، هذا عكس ذلك، لأن العمل ديالنا داخل المكتب والمردودية اللي كتثبت كتقول عكس ذلك. فاحنا عندنا تبارك الله يعني وثائق كتشهد بالتوقيت باليوم والتاريخ والساعة، والمردودية ديال الأسبوع ولا ديال الشهر كتعطي واحد يعني جواب، هو جواب على الرد ديالو اللي كان كيتهم الانسان. وعنده واحد الغلط اللي بغيت نوضحه للاخوان، وهو كيقول بلي ان الموظفين ديال الكنوبس، هذه لا، هذه التعاضد ديال العامه ماشي الكنوبس. الكنوبس راه خدمه اخرى، عندهم خدمات اخرى وفي اداره اخرى، يعني مغايره ومخالفه تماما للخدمات ديالنا.